شغل بس تشغل بس شغل بس بوش بس ها لما اقول لك شغل شغل ضربه واحده حاضر يلا اوكي تعال شغل بس تعال شغل خلاص بس سيارة معطلة والله ما بحد خليك أعمل مطلع 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 خلاص الله يبشر لنا باص وبعد المهندس عجي صلحها يلا عادوا عادوا ما قد جاء بكار يلا بسرعة مرحبا يا علي حسن ما تأخر الباص ليش تأخر ليش كدك جدي الباص يلا اطلعي شوفي كيف بيعمل هذا قليل ادب قومي قومي خلينا احنا ننزل من هنا عن الكفي بس ثاني وقف 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 ليش انت قلت راح يصير انت علي خلاص بطلنا قله ادب قله ادب ما يا وانا يا ثانيه اما اكتبي لي شرعي اشتي اليوم البيت مثل الورده قبل ما يجوا الضيوف حاضر من ما قالت طيف يما هولا حبيبي انسابك عايزوا يخطب اختك ساميه وانا ليش ما تزودوني والله ما كبرت يا سامي وتجي زواجها ايوه كبر اول بعد عن زوجك ايوه ما كنوني ملاكن ملاكن هكذا اكتب يا بنتي اكتب حسن اي زوجه ايوه تبني بش سمعت الزواج سنة الحياة يا عادل أنا شيء تشرفني بين الناس فهمت حاضر يا با ولا تقلق أمانة ما قلق ما تقلق شيء أبدا إن شاء الله ما قلق شيء وليل الشد وأيامي وبيات شعري وأنغامي أنا زندي بسنة وإلا كلة أدب ما لا مكابرة يا جماعة الخير الأول كلة أدب وثاني كلة أدب ما هو اليوم الجن هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تحرير تحرير يلا مالك يا اخي من انا ايوه انت يا قليل الادب احترم نفسك انا مش قليل الادب مالك يا اخي مالك مالك على الولد ما فعل بك هذا الذي جنبك الذي متربى بيفعل حركه خبله مالك ما ايش حصل شوف بنفسك
على الركب ينزلوا ويطلعوا بساعتهم وهذا سبب ماذا؟ لحظة يا جماعة لحظة خلونا نفهم ايش اللي حصل. لا تخليني شبه هذا البكى اليوم هذا يا با بيت ما بتدور ما بتحاجة عاش انت هذا الذي جنبك اللي جنبي ما فعلت يا ولد ما دراني يا با وذا ما جاز جنبك ها وعاد ابنك ودر بالك على هكذا انزلوا من فوق باصي يا قطاعين الارزة خلاص مدخل دار ما معك بس الان ايوه انزل يلا انزل انزلوا نزلت بدونك يلا انزل خذوا التوكل على الدار يلا خلاص اطلع ها يا عادل يا ابني هذه الشنطة داخلها الملابس والذهب حق خطيبتك وخالك اتصل وقال انه منتظر لكم هناك لا تتأخروا عليه خلصتوا؟ ايوه خلصنا هيا عادل هيا ابني احمل الشنطة تأخرنا على الناس هيا الله معاكم مع السلامة ما شاء الله تبارك الله اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله سبحان الذي خلق وصور يا بنت ليش حالي يا امه حالي حالي وبس قولي يا عسل وسكر يا بختك يا عادل يا بختك ليش اسمه عادل ايوه حبيبتي اسمه عادل يلا مش بطل ماشي الحال ما هو يا بنتي الاسم والعريس اول شيء نشوفه وبعدين كلنا كلام على الله يكون على ما في نفسي يا ماما ما هو عبدالله وصلوا ودخلوا هم وبيع ندلة دخلوا وين؟ الديوة ها هيا الله من جهة هيا ناسير سبر القهوة وجهزها ونجي بعد يلا تمام تعال لبسك بدلة سوا عشان تدخل عند الناس شكلك حالي ما مع الشيشة أتحلي بيندي أنا انطمع حالي من الله أيها يا علوشة حبوه فوق العين فوق الرأس أهلا وسهلا الله يسلمك الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا أبو سامي يا سامي أهلا دخل القهوة لا هذا سامي ايوه هذا اخر العقوق ما شاء الله رجال يحبك يا سامي هيا كنا سنتحيه هيا اسكب 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 القهوه اللي نسبك عادل مال العريس ما يتحاكش حياك الله يا عادل وانت ما حلو جست الله يحييك يا عم عمك بيسألك عن الدراسة الرد يا عادل أنا تخرجت من الجامعة منتظر الوظيفة وقد حطيت ملفي في كل مكان هذا عادل الذي قلته علي وانا قد قلت له انا قلت له عادل بيشتغل معي في المحل وقلت له اشتغل معي واي حين ما يجي الوظيفه اهلا وسهلا بها خير 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 ان شاء الله للحين صلينا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ابو سامي احنا جينا حسب الوعد ودينا هذا معنا هذا الاشياء
وجينا قلنا نزوركم نسلم عليكم ونبصر لا عاد باقي اشياء ولا شروط ولا اطلبوا اللي تشتهوا ما عاد باقي من شروط. شروطنا ما بيش اختلف بيننا وبينك يا ابو عادل. والله انك ابيض. وما مضى عليه الناس، مضينا عليه. البنت بنتكم. بارك الله فيك. بس نفسي اسالكم سؤال واحد. للما وجه عادل بيعمل هكذا؟ ما قصدك حواجبي؟ ايوه حواجبك للما بيفعلين هكذا. عادل هكذا اذا فرح يهتز. صدق صدق يا ابو عادل للما بيسوين هكذا؟ والله ما انا داري يا عم، بس امي قالت ان الكلب فجعني وانا صغير. الكلب فجعني. اف خير خير خير. عن اذنكم يا جماعه ادخل دقيقه لداخل. اي طبعا خذ وارجع. خذ راحتك، الله يجعل في ذلك الخير. حاضر حاضر. خذ راحتك، الله يجعل في ذلك الخير. الله يجعل في ذلك الخير. الله يهلك. ما هي حيلة تتحدث عنها؟ ما همي والكلب فجعني هذا. اشتحط اشتحط مريال. اوسعني انا جاوب. جاوبش على الناس. امي. حياكم الله جميعا. هيا مال القمر زعلان او ما طلعش صاحب النصيب على ما في النفس؟ كلها مش مشكلة عيصلح، لكن ما هو يا بنتي انا جيت اسمع رأيك. حكاية حواجبه هذه ما هيش عجبالي، ايش عيقول صاحباتي؟ حواجبه سهل يهتزن شوية مش مشكلة. بعدين انت عارفة يا بنتي لو ما تتزوجوا وتدوا عيال كل حاجة حتتغير، ولا عاد تبصري لا حركة لا من حواجبه ولا من رموشة. وما يعيب الرجال يا بنتي الا جايبه. هيا ما قلتي الجماعة منتظرين لجواب. حاضر، لكن حواجبه هذه ضروري يفعل لهن حل، هذا شرطي الأساسي. حاضر، ولا تزعلي نفسك أقول لهم. أيوة ما بش مشكلة يبصروا لهن علاج. خلاص خلاص أنا عاد أقول لهم هذا الكلام خاطركم. ديتني أنا اسمع، استحاول أنك توقفن على الأقل لو ما نروح، وبعدها في البيت يفتر عن بلعه. عكس 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 جننت انا طفعت عكس. يا ذاك عكس عاد ولا رحم عكس شلوك الجن فك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. بشر يا ابو سامي بشر. نقدر نقول مبروك يا ابو عادل. الله 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 يبارك للجميع. بس في مشكله واحده صغيره. ما هي؟ هي هذه. ما هو يا ابو سامي طمنا وبشي لا سمح الله. لا لا كل شيء على ما يرام، بس المشكله حواجب ابو عادل لازم يعمل لها حل. هذا شرط العروسه، ما عدا ذلك نقدر نقول مبروك يا ابو النسب. ما هذا سهل، ما عليك الا نصلحه ونعالجه ونوضبه ونجهزه، وما يجي العرس الا هو جاهز ولا تبصر حركه. وانا وعدك يا عم انا اعالجه لو حتى افعل له نقف. الحمد لله رب العالمين، والله ان هذا احسن مستشفى. حلو مستشفى الايادي البيضاء. الله يحفظكم. بس
يا سلام يا سلام يا سلام يا بختك يا بختك. شفتوا على مستشفيات خاصة زي العالم والناس استقبلوا الإنسان بالفل ويودعوه بالورد ويتحملوه فوق رؤوسهم. أقول لكم هذا الإعلان جاء في وقته، كأنهم حاسين إن إحنا بندور مستشفى. إن هذا كله علشان شفت الإعلان هذا. أما لو تشوف الإعلانات حق المستشفيات الثانية ما عاد قول، معهم عربيات يشلوا فوق هالأمراض والعلاج. العلاج ما يتدوش للأمراض هكذا، يفعلوا فوقه شوكولاتة من ذيك الغالي. بس هذاك حق لديهم أمراض قوي، ما أنا الحمد لله ما بيش فيني ولا حاجة. هو صدق ابني عادل هو بخير، لما تدور له على مستشفى. وبعدها شوف شوف على حواجب، طرح الله فيهن الحلاء والقبول. ايوه القبول قد قبلوا خلاص، وقد الناس بتجهزوا للعرس، بس هذا شرط العروسة. ما نعمل، خلونا نطيب نفسها ما عاد خسروا. ولا حد عبرنا ولا حد كلنا هنهم. انا عرفت ليش هو لازم فل الساعة، ما شفنا في الاعلان حق التلفزيون لازم الواحد يقل يقول انا مريض. يلا ها انت انا مريض. انا مريض. هذا بيجينا. لو سمحت يا اخي لحظه، هذا مستشفى الايدي البيضاء. ايوه هذا مستشفى الايدي الذي ولا بتوقف. انت لو ما جيت لهنا مستقبلك في الورد البيضاء. انا يمكن انا فاجأت، ما بصارت ورود بيضاء، ما بصارت الا فاصولي بيضاء. يعني ما هو قدوه ادخلوا وانتوا عاد ابشروا ادخلوا. يلا صيح. انا مريض. ايش هذه الفوضى؟ هدوء يا جماعه هدوء. الاول يا دكتوره ايش هذه الفوضى؟ اصل اليوم المرضى كثير يا دكتور. ايش هذا بي؟ هذا الكشف اللي طلبته مني. ايوه اليوم ارسلنا للمختبر الدكتور هاشم 18 حاله. حلو تمام. وارسلنا للصيدليه 8 حالات عند الدكتور بشير. بديع. ايوه هكذا خليك فحفوحه. الحاله اللي بعدها تاخر الحاله اللي بعدها في ساعه. حاضر. عادل عبد اللطيف ادخل يا عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا يا جماعة. الله يحفظك ويبارك فيك. ما قد حد استقبلنا بهذا الوجه البشوش إلا أنت. الباقين السلام عليكم يا دكتور. حلو. وعليكم السلام. أشرح لك هذا عادل ابني. أشرح لك إيش. الدكتور إنسان عملي، لا عنده وقت ضيعه في كيف حالك وكيف انت. من منكم مريض يا جماعه؟ انت ولا هو؟ يلا تفضل تفضل اسمح لي اغسل. تفضل. ايوه احنا ما نشتري لان الدكتور يقع عملي، فليش جينا له انا؟ دكتور هذا عادل ابني، وقد الحمد لله رتبنا كل شيء ان احنا نزوجوه في الفتره القادمه. حلو حلو. المشكله عروسته شرطت قالت مدري ايش حواجبه جسمه يهتزين، وشرطها الوحيد ان احنا لازم نوضع حد لهذا المرض ونعالجه. حلو. ولهذا السبب جينا لعندك عشان تشوفه وتشوف ايش المرض هذا، وفي حاجه بسيطه تقر له اي حاجه مرهم ولا اي شيء، المهم انه توقف حواجب. الله يحفظك يا دكتور. حلو. واحد اثنين ثلاثه هذا الرعب. روح اعمل له هذه الفحوصات كامله تمام، وبعدين بعد الفحوصات تجيبه لعندي. حل هو، بس انت لو تدي لي فرصه وتتكرم وتسمعني كان عندي مقترح بسيط. انك الان تقوم هكذا بنظرتك الثاقبه تبصره وتشوف ايش المرض حقه هكذا، تاخذ فكره اوليه وبعدين نعمل هذول اللي تشتهين. حل انا ما اقدرش اكشف حالته الا بالتحاليل. انت اعمل هذه التحاليل تجيبه لمعيدي بعدين بشوفه. الان انا مشغول، عندي مرضى مليان، عندي مرضى كثير. طيب يا دكتور اعمل هنا ولا كلهن؟ فين بعمل هنا؟ المرضى بتشرح لك. حلو
مش حلو مش حلو. هيا عادل قم. تفضل روح اعمل لي هذه الفحوصات. انها فحوصات جديده يا دكتور، وهذا انا اول ما افعلها. عاد انا فعلتها قبل 3 ايام. هذه متابعه ضروريه لحاله المريض، ولا كيف نعرف انه تحسن؟ وبعدين المفروض انكم تطالبون بفحوصات كل يوم. يا دكتور الله يرضى عليك، الفحوصات عندكم بالمبلغ الفلاني، واذا واحد خرج فعل فحوصات خارج المستشفى حقكم جاء له هنا ورفضتوها. الصحه ما تقدرش بثمن. هيا روح على السندات وافعل الفحوصات بسرعة. تفضل. يا استاذ لو سمحت عندك بعض السندات. هذه فحوصات. يا وريهم على طريقك الصندوق يقطعوا السندات. تفضل. اسال يا ابو وين المدري. ها هي هذا المدري. تعال طلعت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت لو سمحتي قالوا اشتروا تقطعوا سندات عشان هذه الفحوصات. ألف. لأن هذه الفحوصات نادرة. 45,000؟ ليش ما في؟ ما في إلا حواجبه. يا بابا سالها قول لها وين المدرسة؟ اشكال لا ادرحك ذحين. لا ما استغفر الله العظيم. خليه خليك انا في الجاي. لا يا ميس تعال. هذا الأشعة، هذا النتائج، كل اللي قلته فعلنا. حلو. فين المريض؟ عادل. عادل تفضل تبدل. يا دكتور يا دكتور الأشعة الفحوصات بعدين بعدين يابا. هكذا حواجبه بيتحركين يا دكتور، يمكن حاجة بسيطة ما متأكد، بس قالوا شرط لازم نوقفهن عشان العرس. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير يا دكتور ايش فيك؟ حالة خطيرة، ابنك بحاجة إلى ركود عندنا في المستشفى. ركود؟ لا تقلق، عندنا مستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، عندنا غرف واسعة، عندنا أسرة كبيرة، عندنا التلفزيونات، عندنا ريسيفرات. أيوة. عندنا أتاري. دكتور بقى نعمل له جلسات بسيطة جدا، عدة جلسات
وبعدين ان شاء الله بيكون متعافي. ليش هذا كله؟ ليش هذا الطيارات؟ انا بقول لك هذا ابني بنقول لك الرموش وبيتحركين بس يعني محتاج حاجه بسيطه. يا اخي ابنك مريض، عنده مرض خطير جدا، مرض فوق الحواجب في الراس في الدماغ. بعدين بتقول لي يا ريت اللي قرا مكان. لا 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 لا، لا على ايش؟ احنا بندور العافيه، ليش جينا؟ نركضه في المستشفى؟ ركضه. حلو. ما يا ولد. حلو. تفضل. وهذه فحوصاتك. يلا يا زلمة. دفعنا فيها فلوس هذه. والله الشركة قد دفعنا. ماشي اللي بعدين بعدين. ما شفتي شاشة تشوفين. هيا تفضل تفضل. يلا يلا يا معول. خلاص تعال تعال. امر عيلهم يتحملوا بساعة العلاج. لا اطلع اطلع لا يقولوا بعدها يشوف فحص رجلك، ما عاد لهم بغير فحص. اطلع. إنا ولاد الحين، إيش أخركم قولوا لي؟ وبعدها أينو ابني؟ أينو عادل؟ لحظة شو تطمن عليه؟ طيب لحظة خليني أخذ نفسي، خليني أرتاح شوية، أنا ميت من التعب. وعادل ابني كيفه؟ وأينو؟ إيش فعلت له؟ ركدوه في المستشفى. عادل ابني ركدوه في المستشفى؟ ليش؟ إيش طلع عنده؟ لا تخافيش، لقالوا شو عملوا له شوية جلسات، وقالوا اعملوا له جهاز في راسه عشان حواجب اللي بيهتزين يثبتين مكانهن. والجهاز هذا أجلس مركب فوق راسه على طول؟ كيف جهاز على طول؟ ما نقدر الحين جهاز مركب فوق راسه أسبوع ولا 10 أيام. أما إيش أقول لك؟ إيش فعلنا من فحوصات؟ وإيش فعلنا من كشافات؟ وإيش لوينا؟ وكم اشترينا من علاجات؟ لك الحمد يا رب ولك الشكر، صرفنا كل ما في الجيب، والباقي قالوا على حساب الغرفة. أهم شيء يخرج ابني بخير، لأنني قد حددت موعد العرس مع الناس بعد أسبوع. بعد أسبوع؟ أي تمام، هو هذا موعد خروج عادل، أصلاً هيخرج بعد أسبوع. وبالمناسبة قد تكون الفرحة فرحتين، قولي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. خلاص ألف مبروك يا عادل يا ولدي. الله يبارك فيك يا رب. الله يسعدكم يا ابني. آمين. مش قلت لك إن الفرحة عتكون فرحتين؟ شوفي وجهه، شوفي حلاوته، شوفي حواجبه، ولا حركة. فعلا ما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء. الحمد لله، هكذا المستشفيات ولا بلاش؟ ولا واحد يخسر ولا واحد يتعب، مش مشكلة. بس لو شوفي ما إيش عملوا لي من جزء، وإيش شربوني من علاجات من كل الأنواع. بس شوف النتيجة، شوف النتيجة، شوف الوسامة، شوف الحلاوة، ولا حركة، كل التمام التمام. لا بحين اسمع، أنا جلست نتكلم وعروسة ابني منتظر على الداخل. أي أيوة والله. يلا يا عادل ابني، ادخل عند عروستك. يلا. ما أدري، حسيت كأن كهرباء لمستني. مش وقت الكهرباء، يلا عادل يلا. ربي. أوف. مالك هذا؟ مالي أنا، مالك أنت؟ يلا يا عادل ابني ادخل عند عروستك وعشاكم كدو داخل داخل الغرفة. هيا. ما حصل؟ ما هو؟ ما حصل لك؟ ما هو؟ شفيك؟ حسيتي بالله؟ حسيت انا اي حسيت كان بحاجة بزتني ورجمت. هذا بس الكل شيء هذا كهرباء. شورت في الصالة مش ولا ما قلعوا التلفزيون هذا غير مكانه. لا تعصيش لا تعصيش ابصري بس. حاضر. صرتي على لمسة. حاضر. لما نبصر انا الخلل. ولا عاد حركة. مبروك. الله يبارك فيك. والفستان شو أنا؟ انتظرتك لما تجي بعدين بعد. مالك؟ أحلى حاجة، أنت قد عشيتي؟ لا. هو ذا قالت أمي جابت العشاء لها أنا. منتظر عليك. تعال نتعشى مع بعض. ما بش. انتبه انتبه من الكهرباء لا تنسى. مالها كلها سليمة نظيفة ما فيش ولا حاجة. تقول من السخان؟
ايش يجيب السخانة اللي في الحمام للصالة؟ يوسف مالك عادل يوسف يا عم يا عم يا عم هذا صوت ثاني يا زوجة عادل اي هي قولي بسرعة قولي بسرعة يا عم يا عم يا عم ها عادل يو يا عم يا عم مالك لا 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 يا اخي لو سمحت معنا حالة اسعاف ضروري شي سيارة على المحا يكتب عندك بس بسرعة الله يحفظك دلع دلع على ابني آه الحمد لله الحمد لله حالتها هادئة ومستقرة ما تقلق وش أبدا بالنسبة للفحوصات يا دكتور شوف قد عملنا الفحوصات في مستشفيات سابقة ما نفتر بأسامي ما تنفعش ما تنفعش ونفهم سبب حالتها المتدهورة هذه هي طريقة العلاجات والأدوية في المستشفى السابق لازم نعمل فحوص جديدة فهمت يابا ما العلاج السابق والأدوية السابقة غلط هم يجوا مكنونا حيل حيل عادل مالك يا ولدي ما هو اللي جرى عليك ابني لكن سهل لا تقلق اليوم صورتك ما شاء الله أحسن نمس لو تبصر كيف كنت لمرت عينك لهانة الله ينور عليك يا عبد ما عرفت إجابه أي سبب الكهرباء اللي جيت لي قلت احنا فعلنا فحوصات هذه فحوصات جديدة غير الأولى هذا مستشفى ثاني مش أنت علي هذا مستشفى ثاني فعلنا فحوصات وعدا قالوا الدكاترة عجولة عندك ويفحصوك لو ما يعرفوا السبب ولا تقلق يا ولدي أبوك جنبك السلام عليكم يا أبو عادل اهلا يا ابو سامي ما لا اجرا اهلا هاي خير يا اخي خير الحمد لله رب العالمين مالك يا عادل خوفتنا عليك يا ابني مالك شد حيلك مالك هذا شرط بنتكم قد كان بيحرك حواجبه ما بيش مشكله 15 فولت دحين كل كهرباء 220 فولت يا ابو سامي يا ساتر يا رب يا الله لا حول ولا قوه الا بالله ما افعلش اول سامي كيف حالك الحمد لله ايش تيسلم عليك وانت افعلش اول احسن من اول بهي اول ايوه سمعت يا صديق الحال سمعت دخلنا المستشفى الاول وما بيش معانا مرض ولا معانا ما يستدعي هذيك حركات حواجبها اللي انت كشفتها وفعلوا لنا هذا المشكله بكلها دحين شرط مين راسه لا رجله كهرباء كهرباء واصل كل عاد الكهرباء عندنا في البيت بدك تضع مره ولا مرتين في اليوم ما عاد ابدا كهرباء واصل
كلنا خايف لدروبها ولا اصحاب الكهرباء. على سعر هذا الايام سعر الكيلو والله لا يفعلوا لفات ورم مع انذار بفصل التيار. هذا شرط العروسه يا ابو عادل. انا لله راجعون. صباح الخير يا عادل. صباح النور. يلا نروح نعمل لك الفحوصات اللي طلبها الدكتور. ها قطعت السندات. جاهزات بدلك كل هنا، وزعيهم بنظرك. يلا عاد اللي فيه جهز. يويو ما ليش يا بني مصفرة هكذا؟ خوفني يا ام عادل قوي. ما نفعل يا بنت، هذا نصيبنا من الدنيا. الله يصيبهم اللي فعلوا بعادل ابني هكذا. طيب والان وين عادل؟ اسعفنا لمستشفى ثاني يتعالج من جديد. اما بنتي ساميه انا ما اقدرش اخليها هكذا تعبه. انا قد قلت لها ان اخذها للمستشفى نعالجها لكنها ما رضيت. ما نفعل لها؟ طيب يا بنتي وانت مالش ما رضيتي؟ ماشي ماشي يرجعوا يفعلوا فيني زي ما فعلوا بعادل. خلاص خلاص يا بنتي خلاص. ما شاء الله ما شاء الله شباب. أمانة يا أخ سرد له ماء وعصير وفواكه وزيدهن كمان. طيب عادل رجع لهم. هي تفضل تفضل تفضل. ها حصلت المطلوب؟ أيوة نفس الفصيلة. تمام تمام ولا يهمك الفلوس موجودة. خلاص خمس دقائق وأنا عندك الآن. يلا مع السلامة. تفضل حليب والعصير والبسكوت. خلاص خلاص تمينا تمينا. شل المعاق وشل الفحوصات واسقي خالد. ايه تفضل يا ولد. خلاص والنتيجه يعني خلاص الفحوصات معاك. جاهز جاهز كل شيء. يلا يا ولد اشتغل بعد كده. يلا 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 يا حاج يا الله يا حاج 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 يا حاج. اهلا وسهلا يا مرحبا حياك الله. ها هذا حان يا من الان من الان بعد نفس الفصيله نفس الفصيله نفس الفصيله. يلا هات هات الفلوس. هي الفلوس الفلوس مو بيع. خبيها خبيها الله يفتح عليك. يلا هات مع السلامه. وهذا فحص وهذا فحص وهذا فحص وهذا فحص وعبالي كشافات وعلاجات. ايش اقول لك وايش اقول لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت عارف يا أخي اللطيف ما هي مشكلة المستشفى هذا اللي رحت له؟ ما هي؟ التشخيص. التشخيص لابد من معرفة الداء من أجل وصف الدواء. أحسن الله إليك يا دكتور. فعلا هذا هو الكلام. أنا كنت أقول لهم في المستشفى الأول ابني ما فيش في حاجة إلا حواجبه تحركين هكذا. قالوا لي حلو. شوف دحين ما فعلوا لي، فعلوا لي شرط كامل في جسمي. حسبي الله ونعم الوكيل. ولا تقلق ولا تقلق ولا حاجة اطمئن، أنت وصلت إلى أيادي أمين. الحمد لله. ما تقلق أبداً، تفضل. الحمد لله. شيل هذه الشدة وسير اشتري العلاج من صيدلية المستشفى. والعلاج الأولاني؟ لا ما عليك من الأولاني، صرف هذا العلاج. حق، بس
السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يا ولدي يلا يا ولدي يلا يا ولدي خروج يلا. الحمد لله على سلامتك يا عادل. الله يعافيك بالدنيا. الله ينور قلبك يا ولدي. الله ينور قلبك. هاي مع الزفاف. ماذا فيك من عيالك في البيت؟ قم هيا يا اجتهاد. يلا نروح لنا. ها وهذا الولد ايه انتم؟ ايه انتم يا ولد؟ حتى من اليوم يا ولدي. عاد انا جيت من العناية المركزة اليوم يا ولدي. خير ما فيك؟ ما بالله يا ولدي دخلت التشعوب. قلت اشتي اجلع شباب. قمت يا ولدي اتزوج. اتزوج بواحد الشباب. قد كنت في نعمة وناقد عوج. قالت لي النعمة قم لك تزوج. تزوجت يا ولدي. وقالوا لي بحبوب من هذا الذي ترد شيء بالشباب. استعملتها يا ولدي وذا الحين هنية يستاهل قلبي. دحين وجع في قلبي يستاهل. هو حق والدي قد ما لي شيء. انا جالس انا والعجوز. اي من الله عليك بشفاء. هيا هيا بعت البقرة وبعت الارض. حظها اني دعت علي العجوز. قد كنت ستي انا وياها ومبتهني. كنا نشتي شباب يستاهل عق والدي يستاهل. وذا الحين هنية يعلم الله ازدخرج او ما ازدخرج. يا حول ويا قوة الا بالله. من قال لابي يشرب من هذا الحبوب. يوه يا قهر قلبي على الشيء بنتي. لا لحقتي لا تتهني ولا تفرحي وانتي عروسة. الصبر جميل وخليها على الله. لو تشوف يا ابو سامي كيف قد وجهها مصفر مثل الليمون. طيب ما يفعل لها عادل بغير رضاه. انت وبنتش قلتوا حواجبه مدري مالهم. ساروا يعالجوا المستشفى وهم ما قصروش. قلت لشمال ملال ولا قلت لشنو ساحل ساحل حشين انزل انا وبلا المستشفى. سلمت علي والتعشت بكل فين قد انا عاد اموت. طيب ليش ما يشلوه للخارج يعالجوه مثل الناس كلها ما بتسوي؟ لا عاد يشلوه الخارج ولا. انت داري لما رحنا نزور عادل للمستشفى قال لي واحد انه سافر للخارج يعمل عمليه للدوده الزائده ولما رجع لهانا يكشف وجد انهم سرقوا عليه الكليه وهو مش داري. يوه طيب خلاص ما حدش اطباء ممتازين ابدا الا والله انهم موجودين وفي بلادنا كثير من الاطباء والمختصين اللي يعملوا بضمير وأمانة لكن خربوها عليهم اللي قلبوا هذه المهنة تجارة ومكسب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يخرجنا. بس قل لي يا أبو سامي متى يخرج عادل من هذا المستشفى؟ أيوة ذكرتني. خلينا اتصل أبو عادل منشان نشوفه. ألو من؟ حياك الله يا ابو سامي. حياك الله يا هلا يا طيب يا هلا. الله يحفظك ويبارك. عادل الان وصلت لباب البيت. ها عادل؟ لا 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 لا, لا تمام التمام. عادل بخير مثل الريال. قصدي مثل الدولار الدولار. عادل تعال بقى بيسلم عليك. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. لا يا ابو سامي لا. هذا مستشفى متخصص فيه كوادر وكفاءات وتشخيص وعلاجات مش زي المستشفى الاول. لا 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 يا ابو سامي لا. حول استطاعوا انهم يشخصوا مرض عادل الحقيقي لانه التشخيص اهم شيء يا ابو سامي. مثل ما قال الدكتور اللي كان بيعالج عادل التشخيص معرفة الداء من اجل وصف الدواء. الله يسلمك. تمام على طول. تشرف في اي وقت. يلا تمسي على خير. مع السلامه مع السلامه. الحمد لله عادل خرج من المستشفى وهو في صحه وعافيه. الحمد لله. خلاص ده الحين جهزي نفسك علشان غدوه نزورهم. ان شاء الله ان شاء الله. سامي
تأخروا كثير. أنا خايف على ابني عادل، خايف على يمرضوا مرض ثاني. إن شاء الله يقع خير يا عمة. يا الله حلها من عندك بس يا رب. خل يا عبد، خل يا ولدي. حيا السلام. حيا بابني، حيا الله، حيا بنور عيني الغالي. الحمد لله على سلامتك يا الله يسلمك. تري ما شاء الله بخير، ما شاء الله قدوب بخير، بخير الحمد لله. الحمد لله ابني قدوب بخير ولا عاد في حاجه. خلاص الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. مستي مدي يا ديش وسلمي علي. خلاص ما عبش في كهرباء. ايوه مدي عالجنا. عادل يا ولدي بز زوجتك ودخلوا الغرفة. والله ما تهنيتوا بسبب المرض. دخلوا صح، يلا دخلوها. دخلوا الغرفة. ان شاء الله، ان شاء الله ربي يسعدهم. وانت الله يطول بعمرك ويخليك لنا. وانتي كذلك يما. ما هو القتل هذا؟ ما دخلنا. يمكن سامية بتبخر. حتى دخلت سامية قدامش هذا مدري ما بيحرق ليش في المطبخ. ما بيش حاجة بتحرق لا في المطبخ. لا 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 هذا شمع حريق سيري بسيري. حاضر شو أتأكد؟ حاضر. قال لك مش هو، مش هو حريق، كان ما هو شمع هذا ما هو. الله. المهم دالحين كيف أنت، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله على كل حال. أنا حاسة أنه أنا السبب في مرضك. أنا شريت لك هدية. هدية؟ ما هي؟ أول شيء غمض عيونك. أنا أظني ما هي. معلش دخل غمض عيونك. ما هي؟ وبتفتح؟ ما أفتحش، مغمض. خلاص. لا. ها؟ حريق؟ ماشي ماشي. ما بش حاجة بتحرق في المطبخ. أمانة. إلا منين هذا الدخان؟ هذا المكتبة. يو. جينا بسرعة. خلاص. الو. عليكم السلام. لا هسه عندي عملية ساعة وأنا أتصل، ساعة وأنا أتصل. يلا مع السلامة. الله يا رب.
لو سمحت يا ابني عادل كيف حالك؟ الحمد لله عادل ما فيش حاجه وخارج من غرفه العمليات الحين وغرفه الحقن خشب. اخ من مستشفيات ايام المستشفيات. ليش يا اخي حرام عليك، هذه من افضل المستشفيات. شكرا، كلهم بيقولوا هكذا. لا مش كلهم بيقولوا هكذا، انت عارف من كان يشتغل هنا؟ من؟ الدكتور طارق والدكتور عبد الرزاق، ما شاء الله عليهم من افضل الاطباء، الله يذكرهم بالخير. وين راحوا؟ راحوا فرص عمل للخارج، اصلا ما حصلوش الاهتمام هنا. مفهوم مفهوم، اللي سافروا الله يفتح عليهم. دحين ابني من هو الدكتور اللي عمل له العمليه؟ ما تخش يا الدكتور شوقي من أفضل الأطباء، ما شاء الله عليك يده خفيفة. من أفضل الأطباء ويده خفيفة. حلو. بدأ تشوفيني تليفوني. يا الله، وين الدكتور؟ دكتور، فين تليفونك؟ كيف حال ابني؟ يا دكتور طمني، كيف ابني عادل؟ الحمد لله، سوينا له العملية بالوقت المناسب، الحمد لله وتجاوزنا بالمريض من حالة الخطر اللي كان فيها، لأن حصلت له مضاعفات بسبب التشخيص الخاطئ والأدوية الغلط اللي استخدمها. التشخيص؟ هذا الفيلم أنا أعرفه. إلا سمعت التشخيص، مش هذه حق معرفة الداء من أجل وصف الدواء؟ هذا الكلام. سمعنا هذا الكلام من قبل. يا ربي هذا عادل. هذا عادل. عادل 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 يا ولد. ولدي عادل يا ولدي. دلع 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 عادل يا حبيبي. عادل عادل سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا ابني. الله يسلمك. عادل 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 الله يشفيك. سلامتك يا ابني. عادل عادل ويا عادل.